بنحلم لبكره. اهلا بحضراتكم. مصر حصل فيها النهارده حصل فيها مجموعه من التطورات المهمه. نبدا بنائب اطلاق الرصاص او نائب نشاه القصاص نائب الحزب الوطني اللي كان قال وعلى حد تعبيره النهارده او على حد اعتذاره النهارده قال كفلتة لسان. هو النهارده اعتذر للبرلمان ولنواب مجلس الشعب وللمجلس الموقر وقال ان الكلام اللي بدر مني وحمل اساءة لحضراتكم كان فلتة لسان او ذلة لسان. فاكرين هذا النائب اللي صورته على الشاشة كان من حوالي اسبوع او 10 ايام قال في لجنة الدفاع والامن القومي وهم كانوا بيناقشوا موضوع المظاهرات وتصدي قوات الامن للمتظاهرين وبعض المتجاوزين من المتظاهرين، قال انا مش عارف وزير الداخلية يعني ايه الرحمة اللي بيحملها في قلبه كل دي للمتظاهرين، اطلقوا الرصاص على من يعتدي على قوات الامن، او قال الحنية من وزير الداخلية. فطبعا الدنيا هاجت وماجت واصبح هناك عاصفة، بس جوه البرلمان هو الاهم في الرأي العام وفي الصحافة وفي الشارع وخصوصا في الدائرة الانتخابية اللي انتخبت نشأة القصاص. يعني قلت لك احنا انتخبناك علشان تطلع في البرلمان تبعنا كده، تقول لما نتظاهر ولا نروح نشتبك مع قوات الامن يضربوا الرصاص في صدورنا على طول. مجلس الشعب قال ان هو هيبحث في الموضوع وهيوجه العقوبة اللازمة اذا ما ادين النائب، والنائب ادين فعلا. ان هم جابوا شريط الاستماع بتاع اللجنة، انتوا عارفين كل حاجة في البرلمان بتبقى فيه مضبطة صوتية ومكتوبة، فجابوا الكلام اللي اتقال من النائب نشأة القصاص في لجنة الدفاع والامن القومي، واتضح ان هو قال هذا الكلام حرفا. ايه الحنية دي يا وزير الداخلية في تعاملك مع المتظاهرين؟ واضربوا النار على من يعتدي على قوات الامن الموجودة لحماية المظاهرات. النهاردة مجلس الشعب قرر توجيه عقوبة اللوم لنائب الحزب الوطني نشأة القصاص عن تصريحاته خلال الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والامن القومي. خلال الجلسة تلا الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس اعتذارا مكتوبا من النائب القصاص، اعتذر فيه عما بدر منه من تعليقات مسيئة، موضحا حسب نص الاعتذار ان ما صدر مني كان فلتة لسان لن تتكرر مرة اخرى، وانه شعر ان هذه العبارات ادت الى الاساءة للحزب الذي ينتمي اليه والى المجلس الموقر. احنا نرجع عند الموضوع الاساءة لمين. وقال القصاص في اعتذاره ان عباراتي ربما انفلتت من اجل الصالح العام، وفهم منها اني اطالب باطلاق الرصاص على المتظاهرين واحسست بخطورتها، وانا لا املك الا ان اعتذر للمجلس الموقر مما سببته له من عبارات مسيئة، مؤكدا احترامه وتقديره للدستور والقانون. هو في نقطتين. النقطة في ناس كتير هتقول هل هذه العقوبة هي العقوبة المناسبة؟ هل هذه العقوبة هي العقوبة الرادعة لمثل هذا الكلام الخطير الذي ورد على لسان النائب؟ قبل ما اقول لحضراتكم دي عقوبة كبيرة ولا عقوبة متواضعة بالنسبة للي قيل، يجب ان نعلم ان المجلس هو سيد قراره. وانا الحقيقة يعني دايما من المؤمنين باحترام الكيانات، باحترام القانون. قانون مجلس الشعب يقول ان مجلس الشعب هو سيد قراره، زي بالظبط اننا لا نجرؤ، مش خوفا بس ده احتراما لسيادة القانون، احنا لا نجرؤ على التعليق على احكام القضاء. الحكم هو عين الحقيقة ولا تعليق ابدا على احكام القضاء، كذلك لا تعقيب على قرارات المجلس الداخلية، ان المجلس هو سيد قراره. في ناس قالت ان هذا القرار اللي اتخذ يعني بتوجيه عقوبة اللوم فقط على النائب ده اتخذ فيه اقصى درجات الرأفة والرحمة. هل هذا صحيح؟ الله اعلم. في النهاية المجلس حر فيما يفعل، لكن اللي ممكن نعقب عليه لان ده ملوش علاقة بقى بقرارات المجلس وسيادته على اعضائه، وهي فكرة الاعتذار بتاع نشأة القصاص. قال انني شعرت ان العبارات والتعليقات التي صدرت مني ادت الى الاساءة للحزب الذي انتمي اليه والى المجلس الموقر. وهنا الخطورة. انتوا شايفين حضراتكم ان الكلام ده مقفول كده ومظبوط؟ هو طبعا ادى الى الاساءة للحزب، وطبعا ادى الى الاساءة الى مجلس الشعب لانه عضو في مجلس الشعب وصدر منه الكلام تحت قبة مجلس الشعب. بس هو الاهم من ده وده ان هذه العبارات اساءت الى المواطنين المصريين. هو ده الاهم، وهو ده يا سيادة النائب الموقر، هو ده اللي المفروض يكون في اعتبارك الاساسي. انت انتخبت من اجل هؤلاء المواطنين مش من اجل الحزب
ولا من أجل المجلس الموقر، فأنت تحاول أن تنال رضاء الحزب ورضاء المجلس فقط. أنت المفروض أن تنال رضاء منتخبيك، خصوصا أن في انتخابات على الأبواب، يعني إذا كنت حتى مش عايز تخدمهم على الأقل خاف على أصواتهم في الانتخابات القادمة إذا كنت تريد الاستمرار كعضو في مجلس الشعب. فيجب أن تعتذر أولا عن الإساءة التي بدرت من حضرتك كفلتة لسان أو كذلة لسان للمواطنين، للمتظاهرين اللي أهدرت دمهم وقلت يضربوا بالرصاص مش مهم. إذا كانت فلتة لسان كنت توجه لهم الاعتذار أولا، أنا آسف إذا كنت أسأت لكم، وبالمرة أنا أسأت للحزب الذي أنتمي إليه وإلى المجلس الموقر. متهيألي هو ده الصح، لأن أنا كمواطن تم الإساءة لي لما اتقال هذا الكلام، لو أنا نزلت في مظاهرة بكرة هو أساء إليه، فالمفروض يعتذر لي أولا قبل أن يعتذر للحزب والمجلس.